من واشنطن ينضم إلينا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا رامي، أهلا بك مرة أخرى، وأطلعنا على آخر مستجدات مشروع قانون رفع سقف الدين. مرحبا عمر. أخيرا وبعد يوم ماراثوني طويل في مجلس النواب الأمريكي، وافق المجلس بالأغلبية على تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين ب 314 صوتا موافقا في مقابل 117 صوتا رافضا. هذه الأصوات الرافضة من كلا الحزبين، وهذا أمر غريب، من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وأسباب الرفض سوف نتعرض لها لاحقا خلال هذه المداخلة. بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن بادر بشكر مجلس النواب على موافقته على مشروع رفع قانون سقف الدين لتجنيب الولايات المتحدة العجز عن سداد ديونها بحلول 5 يونيو. وكذلك حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت بالموافقة على مشروع قانون رفع سقف الدين. مجلس الشيوخ الأمريكي من المتوقع ومن المقرر أن يجتمع اليوم لمناقشة مشروع قانون رفع سقف الدين والتصويت عليه، وفي حالة الموافقة عليه سيتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يعتمده كقانون. في الحقيقة كانت جلسة مجلس النواب اليوم مثيرة جدا، بدأت في 2 ظهرا بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة. بدأت أولا بتصويت على طرح المشروع نفسه للتصويت، كان تصويتا على إما أن نطرح المشروع أو لا. وفي هذه الجلسة تمت مناقشة المشروع، كان هناك الكثير من الأعضاء الذين تحدثوا عن رفضهم لهذا المشروع نتيجة عدة أسباب. أيضا رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تحدث عن المشروع وعن المزايا التي يتضمنها مشروع قانون رفع سقف الدين، وأنه حل وسط في النهاية ما بين هذا وذاك، حل وسط ربما لا يربح منه الجمهوريون كل شيء ولا يخسرون كل شيء أيضا، وكذلك الإدارة الأمريكية والديمقراطيين، الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يربح كل شيء ولن يخسر كل شيء، هو في النهاية حل وسط لتجنيب الولايات المتحدة العجز عن سداد ديونها. انتهت هذه الجلسة بالموافقة على طرح الموضوع للتصويت، وكانت هناك استراحة لبضع ساعات، ثم عاد المجلس مرة أخرى للانعقاد في 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، واستمرت الجلسة، تحدث أيضا فيها بعض النواب، وانتهت بالنتيجة سالفة الذكر التي قلنا تحدثنا عنها، وهي 314 صوتا موافقا مقابل 117 صوتا رافضا. إن نظرنا إلى هذه الأصوات الرافضة سنعرف إلى أي مدى هناك حالة من الرفض داخل مجلس النواب لمشروع القانون هذا، مشروع قانون رفع سقف الدين، نظرا لأنه ارتبط بالموازنة الحكومية، وهناك تحفظات كثيرة من بعض الأعضاء على الموازنة الحكومية، سواء من الجمهوريين المحافظين في أقصى اليمين والذين يرون أن رئيس مجلس النواب الأمريكي تهاون في حقوقهم وفي حقوق الجمهوريين ولم يتمسك بمطالبه في تخفيض الإنفاق الحكومي بشكل كافي. على الناحية الأخرى سنجد الديمقراطيين التقدميين، أو من يطلق عليهم الديمقراطيين الاشتراكيين، سنجدهم أيضا رافضين لمشروع القانون هذا، نظرا لأنه يأخذ الكثير أو يسلب الكثير من الحقوق والمزايا الاجتماعية من الشعب الأمريكي، ويرون أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تهاون في هذه الحقوق، ولذلك نجد أن هاتين الجبهتين، ولكنهم في النهاية أقلية داخل الحزبين سواء الجمهوري أو الديمقراطي، نجدهم رفضوا هذا مشروع القانون، ولكن هنا أسباب الرفض تختلف من هذا إلى ذاك، حتى أن ماك جيتس وهو أحد الجمهوريين المحافظين اليمينيين هدد بالأمس أنه إذا ما تم تمرير هذا المشروع فإنه سوف يبادر بطرح سحب الثقة من رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي وعزله، ويحق بالفعل لأعضاء مجلس النواب طرح مثل هذا التصويت، طرح عزل رئيس مجلس النواب
للتصويت. سنرى ماذا سيفعل الجمهوريون اليمينيون في هذا الشأن. ربما أصبح الآن منصب رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على المحك، وربما يحدث ما يمكن أن نسميه عزلا، ولكن يبدو أن رئيس مجلس النواب واثق من أن هناك تأييد جيد له. على أي حال انتهى هذا الفصل من رامي جبر على مراسل القاهرة رفع الصفتين، وسوف نذهب إلى بعد من واشنطن. إذن رامي جبر، شكرا جزيلا على هذا الإيضاح.